بنبلش بسم الله، بنكون مقطعين الشيش اسطورة الدجاج بحيث 1 انش، بنضيف عليها اللبن، الخردل، معجون الطماطم، الليمون والزيت، وبنحركهم مظبوط، بنتبلهم، بنضيف البهارات المشكلة. نحن حكينا عن البهارات بالمقادير، هلأ بدنا نضيف الثوم المهروس. بنمزجهم مع بعض بشكل جيد. شايفين كيف لون التتبيلة؟ يعني هي بيطلع لونها على أحمر شوي. بنغطيها وبنتركها ترتاح أقل شي ساعة. هلا عنا صوص اللبن، هي مقاديره: الحمص، اللبن، الليمون، الثوم، الكمون، والطحينة. هي نفس تقريبا مقادير التسقية الشامية، بس هذا حيكون صوص مختلف شوي. بنحطه على الشيش ونشوف طعمته كيف حتصير. هلا بالفود بروسيسر او محضرة الطعام بندخل كل المقادير: اللبن، الحمص، والثوم، الكمون، والملح، والليمون، شوي من مي الحمص. بدي اقول هون شغله، انه اللي بيحب الصوص يكون سميك لا كتر مي، واللي يعني بيحط مثلا ربع او 3 معالق. انا الصوص بحبه يكون مرق شوي. شايفين كيف قوامه معي؟ مانو سميك كتير ومانو مرق كتير. هلا بنجيب اعواد خشبيه وبنبلش بعد ساعه من راحه الدجاج صدوره، بنبلش نشكها باعواد خشبيه. بدي احطها على صينيه، انا صينيه الفرن، بس اللي عنده شوايه الفحم حيكون احسن بكتير، لانه المي اللي بينزل بيروح. هون انا كنت كل شوي اطلعهم من الفرن، كب المي وارجع اقلبهم، وحطيتها من الاعلى على حراره عاليه، وحمرت الوجه، لانه اذا ما بنحمر الوجه بيضلوا هيك طري، ما حتحبوه يعني. بس ننتبه انه لازم نحمر الوجه. هيك شكيتهم وصفيتهم بحيث يكون في صينيه تحت بتتلقى المي. هي بعد ما خلصنا شويتهم حمرتهم، شايف كيف محمرين من الاعلى؟ كل ما حمرناه هون شوي كيف بيطلع أزكى. هلأ منبلش منصف الفتة، منحط الرز، عفوا الخبز المحمص بالأسفل، أسفل الجاط، ومننزل زدور الدجاجة عليه. بعدين منبلش منسقيها باللبن. اللي بيحب ممكن يضيف خس، الخس رح يعطي طعم كتير طيبة، بس أنا ما كان متوافر عندي. اللي بيحب الخس كتير حيعطي الخس طعمة طيبة، مثل سلطة السيزر، سيزر سالاد. هلأ من نعلنسى السمنة، نحط أنواع المكسرات اللي بتحبيه: صنوبر، جوز، لوز، أي نوع بتحبيه. تسقي السمنة، هيك بيكون طبقنا جاهز للتقديم. بالعافية.